في عمر 3 سنوات تتحسن القدرة على الاستماع وفهم الحديث والقصص. يستعرض هذا الفيديو أنشطة تساعد طفلك في عمر 3 سنوات على تعزيز قدرته على التلقي. النصيحة الأولى: ساعديه على استيعاب مفهوم الوقت عبر تذكر سلسلة من الأحداث من اليوم. مثلاً: بعد الغداء لعبنا بالداخل ثم خرجنا. النصيحة الثانية: وجه له تعليمات معقدة ليلتزم بها لإكمال مهمة ما. مثلاً: من فضلك اذهب إلى غرفتك، أحضر أحد الأحذية وأعطيه لوالدك. تأكدي أنه ينظر إليك بانتباه.